الليلة مش هو. في موضوع كده مش موزون مضايقني شوية. معاش اللي يضايقك، موضوع ايه؟ بسمع يا بنت الحلال، أنا راجل جدع ومحبش الست اللي معايا ولا ترقص ولا جسمها يبان لحد، يعني موضوع رقصك في الكبريهات ده أنا مش عايزه. بس أنا ليك لوحدك، وعمري ما حد هيلمسني غيرك، ولا هبص لحد تاني غيرك. ويا ريت نفضل كده على طول. على رأي غنوة عبد الحليم حافظ، أنا لك على طول، خليك لي. ولا على طول ولا على عرض، أنا قلت لك اللي عندي، أنا مش عايزك ترقصي لحد غيري. لو عايزة ترقصي، رقصي لنا، رقصي لنا لوحدي. هو أول ما تزهق مني وعينك تزوغ على واحدة تانية؟ تقول لي أمك في العش ولا طارت، ومد أنا إيدي للناس وأقول لله يا محسنين، مش هو ده اللي هيحصل؟ جرايه يا بت، أنت في حد قال لك إن فتح العقد ده راجل ندل؟ طب ايه رايك بقى اللي انا من بكره الصبح هفتح لك حساب في البنك؟ انا من اول ما عرفتك وانا بقول عليك ابو الشهامه والمجدع. طب مدام كده ما تقومي بقى تشغلي لنا مزيكا وترقصي لي الرقصه بتاعتي بتاعت انا وبس. بس كده؟ ده انت تؤمر يا قلبي. الله 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 الله. قلت ليه والعيال الورش؟ انا مش عايز اركز غير معاك انت يا جميل. يلا. لا هيفضلوا يرنوا كده؟ طب ما يرنوا، ايه المشكله يعني؟ يلا بقى. مين بيخبط بالشكل ده؟ مش معقول يكون الشله. يا ستي تلاقيه حد غلط في باب الشقه ولا حاجه، ايه الفصلان ده؟ انت فطرت ولا ايه يا قلبي؟ في حد يبقى غلطان في الشقه يخبط بالشكل ده؟ امال عايز يخبط ازاي يعني؟ لا قوم بقى، انا ابتديت اتلخش. قوم شوف مين. مين ده؟ انا قوم افتح. لا 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 لا، روح انت افتح، ولو حد سال عليا قولي له ان انا مش هنا، انا هناك. الله يقل مزاجك يا اللي بتخبط. حد يخبط بالشكل ده؟ انت مين وعايزين؟ انا مش قلت انا خلصت من الشقه الهباب دي؟ ما هو اصل ما هو ايه واصل ايه؟ وبعدين مالك مش قادر تصبر طولك كده ليه؟ اصله دقل في الهباب اللي هو بيشربه ده. انكتم انتي. انكتم وانا عملت ايه يا حاج؟ شش يا بنتي، مش عايز قلب الدماغ، قولي مش وشوفي قرشين ايه اللي انت عايزاهم وانا ارميهم لك. بابا يا سوزي اسكت انت، انت حسابك معايا بعدين. لا هو انت فاكرني ايه يا حاج؟ بنت خدي بعضك وامشي دلوقتي، امشي، وياك اسمع انك اتصلت بيه تاني. على ايه ده كله؟ هو انا يعني اللي بضربه على ايده؟ ما هو اللي ما بيستريحش غير معايا، حتى اسأله. يا بنتي عيب عيب، ده راجل متجوز ومراته اولى بيه. امال يعني بيحبني ومتشحتف عليا ليه يا حاج؟ انت عارفه كويس انت ايه. لا يا قلبي، ده انا سوزي الرقاصه على سن ورمح اللي مصر كلها عارفاني، ومفيش راجل في البلد دي ما يتمناش رضاي. بص يا بت، انا جبتها لك من الاخر، شوفي انت عايزه كام وانا هرميهم لك. وبعدين بيكلميني في التليفون في النمره اللي بيكلمي فيها. عاجبك اللي بيقوله ابوك ده يا فتحي؟ عاجبك انه يهزقني كده ويبعتر كرامتي؟
يوه مش وقته يا سوزي. يلا مع السلامة انت دلوقتي. مع السلامة. مش مع السلامة دلوقتي، مع السلامة على طول. خلاص خلصنا. هو انت يعني بتطردني من الجنة؟ بس اياك بقى بعد كده المحروس ابنك يجي يترجاني عشان اصالحه وارجع له. عن اذنك يا حاج غير هدومي يا راجل الاخلاق والاصول. ولد بقى ده منظر واحد متجوز جديد، وبعدين يا ريتها احلى من مراتك. ما هو اصلا اعرفها قبل ما اتجوز يا حاج. يا سلام، ويا ترى بنت بشندي كانت بتسمح لك تسهر كده دلوقتي؟ السيره دي بس يا ابويا. ولا الكونتراتو بتاع الشقه دي فين؟ بكره عايز الكونتراتو ده يكون عندي، ومش عايز اسمع انك بتتصرمح بره بيتك للاتي. الراجل الجدع بصحيح ياخد باله من طلبات بيته، ما يخليش مراته تحس انها محتاجه الحاجه ابدا. يا ابني لازم تعرف انك متجوز بنت واحد من كبارات البلد، يعني اللي بتعمله ده عيب عيب. وبعدين انت خلاص بقيت معروف والعين عليك، والراجل ابوها ده يعرف كل حاجة عننا، فاحنا مش عايزين ويزعل مننا. مفهوم ده دلوقتي ولا لا؟ ابراهيم الصغير. لا ان كان على ابراهيم اصطبري شويه، لها شهرين كمان او يا دوب يبقى ابنك داخل على 7 شهر جواز، ساعتها ممكن نجيب الواد هنا ونشيع في البطنيه كلها ان فتحي يخلف. يا ريت يا حاج، بس ازاي؟ الخوف لحسن برعي، ولا بنت من بناتك يجوا هنا يا اخويا ويشوفوا الواد هيعرفوا ان هو مش ابن مايسة. والله عندك حق في دي كمان. خلاص سيبيه بقى في بيت ابوه كمان كم شهر كده يتربى لغايه ما يكبر شويه. يا ريت يا اخويا. ده انا منى عيني. الواد الصغير اتربى في حضن ابوه، بس مين يضمن البت مراته دي يبقى قلبها حنين؟ دي زي ما انت شايف كده نحنوحه ودلوعه، لا تعرف تربي ولا تعرف تدادي. وقال على رأي المثل لكل من نفخت طبخت. انا خايفة قوي يا حاج ابراهيم هالواد. خايفة ايه بس؟ وايه نفخت ولبخت ما تخافيش انا موجود. انا مش معقول هسيب بابا يجي علشان يتبهدل. طب هتعمل ايه بس؟ بنعمل ايه؟ يا صباح الخيرات، ربنا يبارك في سعادتك، كلهم بخير بيبوسوا ايديك. أنا كنت طمعان إن أعرض على سعادتك موضوع كده. لا والله ما ينفعش في التليفون. أيوه، لكن إزاي يا حاج تخبي عننا موضوع زي ده؟ بقى فتحي كان متجوز ومخلف كمان. سعادة الباشا بصراحة ربنا ما جاتش فرصة، بس إنما ده أصله عادي. ياما في ناس في الدنيا بتتجوز وبعدين تطلق ترجع تتجوز تاني وبعدين يعني حاجات زي كده هكذا دواليك. ايوه يا حاج، بس كان لازم احنا نبقى عارفين، وكمان البنت كانت لازم تبقى عارفه. انا بصراحه مش عارف هي هتعمل ايه لما تعرف. البركه في سعادتك، املنا في الكبير. كلمتين من معاليك تلين دماغها. طب وامها يا حاج؟ اكيد لما هتعرف الموضوع هتقول ان مفيش امان لعيشه ميسه مع فتحي. ما هو اللي يطلق مره يا حاج يطلق التانيه. لا لا لا، ما عندناش حاجات من دي.
احنا ما نقبلش كده ابدا بضمانته لسعاده الباشا. لا، اللي زي فتحي ابنك ده يا حاج ملوش ضمان. لا، انا بصراحه لازم امن مستقبل بنتي مع ابنك. طيب انا كان ممكن اعمل ايه بس يا سعاده الباشا؟ ما هو العيل الصغير الغلبان ده لازم يتربى في حضن ابوه. احنا مش في الواد دلوقتي يا حاج، احنا في مستقبل بنتي ميسه. بصراحه انا لازم امن مستقبلها مع ابنك. اللي تشوفه يا سعاده الباشا انت بس قشر كده هيبقى امر ننفذه فورا. انا بقول يعني فتحي يحط لها مبلغ باسمها في البنك. تحت امر سعادتك. مطلوب كام يا سعاده الباشا؟ نقول زي المهر، جزء ارانب وربع ارنب من عندنا كمان فيهم. احنا تحت الامر يا سعاده الباشا. ما تاخذنيش يا حاج، انا بتكلم كاب يعني خايف على مستقبل بنته. طبعا انا فاهم، ده هو ده كلام العدل والحق. ده انت يا سعاده الباشا رجل الحق والعدل. يلا يا بنتي يا ودني الارنب، انت هاتي البسبوسه والكنافه. انا وراك يا هوست بعيد وراك. يا الف اهلا وسهلا، يا مليون خطوه عزيزه، يا استاذه وبشانه بيا اخويا. تسلم ايدك يا حاج. البسبوسه يا حاج. اتفضل يا بيه. شكرا يا بنتي. يلا بنتي تاكل. حاضر يا استبهيج. بالمناسبه يا حاج، هو الواد عمره قد ايه دلوقتي؟ والله يا ست ام فتحي، الواد الصغير ده بقى قد ايه دلوقتي؟ يجي اخويا كده 7 اشهر الا كام يوم. ما تقدمي حاجه لسعاده الباشا. لا مؤاخذه، حاضر. عينيا الاثنين. منورنا يا باشا. ربنا يخليكي، تعبناكي معانا النهارده يا ست ام فتحي. عيب ما تقولش كده، تعبك راح. 7 اشهر، 7 اشهر. طب ايه رايك بقى يا حاج عشان نسبق الموضوع كويس، نقول ان ميسه بنتي خلفت بعد 7 اشهر. الله الله، ينور مخك. الله الله على دي فكره. هي سعاده الباشا انت كده تبقى عملت فيا معروف كبير قوي. لا انا مش هعمله بنفسي يا حاج، البركه في امها. هي بقى اللي هتقوم بالمهمه دي، هتقعد مع ميسه وتفطمها وتفهمها كل حاجه. والله عندك حق، ده احنا نسينا الست ام ميسه. على كل حال اذا كنا قدمنا السبت مع الست ميسه، فاحنا هنقدم بقيه ايام الاسبوع مع الست ام ميسه. انا ساعتها هعمل لها هديه كبيره قوي. وانا كمان يا حاج بعد اذنك لمؤاخذه، يعني حته هديه من عندي ما حصلتش. هو احنا لينا بركه غير ست ام ميسه مرات الاستاذ ابو شنب بيه؟ يا سلام.